صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حين نسب الكفار الملائكة بأنهم بنات الله، هل كان ذلك من باب تعظيم الله؟ وما سبب نسبة البنات؟ هل كان ذلك من باب تعظيم الله؟ لا، هذا من باب تنقص الله عز وجل. كيف يكون من باب تعظيم الله؟ بل هو من تنقص الله عز وجل. نعم. يقول: وما سبب نسبة البنات دون البنين؟ هذا سببه الكفر بالله عز وجل، سببه الكفر وعدم تعظيم الله عز وجل. نعم.